بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم في إطار احتفالات اليوم العالمي لحرية الصحافة مستهدفة ل 3 ماي، قررنا أن نزور واحد من أعمدة الصحافة في غليزان، وألا هو الحاج عبد بوزيان، واحد اللي خدم ما يقارب 30 سنة في الإعلام في عدة جرائد بالعربية والفرنسية، وارتأى المكتب الولائي أنه يخلد له هذه الذكرى بهذا البورتري اللي فيه الصورة نتاعو من كان صغير، ويخلد المسير المسار المهني نتاعو في مجال الإعلام. وإن شاء الله نتمناو له الشفاء، ونزوروا إن شاء الله زملاء المهنة كامل. وما هذه إلا لفتة بسيطة من الاتحاد تجاه زملاء السابقين، ونشكركم احتجتم على هذه الالتفاتة. الالتفاتة طيبة من طرفكم، إن شاء الله برك تنال إعجاب الأستاذ القابة الإعلامي الحاج إن شاء الله. شوالها مبادرة مليحة، تفكروا باللي رجال الصحافة مازالوا حيين ما يموتوش، خلود للشهداء الأبرار، والله يحفظهم. سنقول لهم أنا تفكروني الله ربي يتفكرهم صلاة بالخير، كما جيتوا أهل الخير أنتم أهل الخير، أنتم عندكم رسالة خير تتوجهوا للشعب الجزائري. نشكركم إن شاء الله، نشكركم كما راكم. بالمناسبة هذا بوينا هذا، وبداية تاعنا بدينا، ما هو أنه هو كان إنسان وكان يبغي الرياضة في غليزان، يبغي سريع غليزان، وكان مقرب إلى سريع غليزان، من الأعمدة تاع ولاية غليزان، هو عمود من الأعمدة تاع الصحافة في ولاية غليزان. من هذا كنا ندوم من عنده نتلاقاو، يخبرنا شتا النتائج اللي جوا اللي جابوا ما جابوش كذا، كنا كانت عندنا علاقه يوميه معه. من خلاله تعلمنا الكتابه، كنت نكتب في جريده قبل الخبر، كنت نكتب في جريده الشباك الرياضيه اللي كانت تابع النهار، وكان عندنا علاقه معها مليحه، وكان يعطينا النتائج، وكان ملم، كان بمعنى مصدر الخبر بالرياضه في ولايه غليزان. والله التخصص كان رياضه، خاصه الدراري كانوا يبغي سريع غليزان. اذا نعطيهم الاخبار الرياضيه، الاذاعه تاع بوخاتم محمد بوخاتم، نعطي النتائج الرياضيه، نعطي كاع النتائج تاع الولايه. خاطر نعرفهم الولايه، كنت مع بيتري، كنت عندي علاقات مع لي زيكي، هنا يعطوني النتائج كاع من السبت للسبت الصباح، يكونوا عندي النتائج نديهم قدام لا ليغ تقعد روطه تدير النتائج، انا نديهم قدامها. أنا فخور جدا بأنني اليوم في منزل صحفي أو أحد عمداء الصحافة في ولاية غليزان، بل هو قامة إعلامية كبيرة كنت أسمع عنه، رغم أن تجربتي ليست بالطويلة لحد الآن. كنت أتمنى أنا شخصيا أنني أعاصر هذه القامة الكبيرة، القامة الإعلامية، نتعلم منها، بما أنه كان مختص في الصحافة الرياضية، وهذا هو أيضا اختصاصي حاليا بجريدة الجمهورية. أنا كعضو في المكتب الولائي الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، فخور جدا بأنني بمنزل هذه القامة الإعلامية، ونحن نكرمه، مع أنها لفتة بسيطة، ولكن هو يعني أنا فخور جدا كشخص كصحفي، كنت أتمنى أنني أتعلم منه وأنهل منه. ما زالت إن شاء الله البركة، نتمنى له الشفاء العاجل، وإن شاء الله يعود بصحة جيدة، وربي يطول في عمره إن شاء الله. زميلي مصطفى، نحييك على ونحيي كامل الزملاء المحاضرين معنا اليوم لتكريم هذه القامة من القامات الإعلامية. الشيء اللي شفناه في سيرة نتاعو المهنية، أنه كان إنسان معطاء في المجال هذا، وكان إنسان رائد في هذا المجال، لأنه كما كان يحكي في الجانب الرياضي كانت المعلومات كاملة حول جميع الفرق والأندية اللي كانت تمارس رياضة ومقابلاتها في ذاك الوقت. كانت النتائج تكون عنده، كان هو الأول السباق اللي يتحصل على النتائج هذو، كان يوصلها للوسيلة الإعلامية اللي كان يخدم فيها، وهذه بشهادة الجميع. هذه من جهة. الحاجة الأخرى اللي بغيت نلفت الانتباه، أنه نشكر أعضاء الاتحاد اللي اليوم راهم حاضرين معنا لتكريم هذه الشخصية، لكن نتمنى من السلطات المحلية أن تشوف هذا الإنسان
وتشوف باقي الزملاء اللي راهم مثلا كاين اللي مازال راه مريض كاين اللي راه منسي سواء في غليزة او خارج غليزة، نتمنى انهم يديروا لهم التفاتة يشوفوا هاد الناس واش خاصه واش ما خاصاش الشيء اللي يقدروا يعاونوا به ولو انه يجوا يقعدوا معاه غير دقيقه. اذا اليوم بمناسبه اليوم العالمي لحريه التعبير والصحافه، اليوم رانا في حضره عميد من عمداء الصحافه بولايه غليزان، اللي راني فرحان كراني متواجد هنا على الرغم من انه من الجيل الجديد ما لحقتش عليه، لكن كراني هنا ونشوف هذه الصور ونشوف هذه الذكريات الواحد من القامات الصحفيين اللي كانوا هنا في غليزان. والله لا فخر لينا، فخر لينا كرانا متواجدين هنا مع الأستاذ عابد بوزيان. هذا من جهة، من جهة أخرى أوجه كلمة شكر للاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين بمكتبه غليزان، واللي أنني عضو فيه على هذه الالتفاتة. يعني كي نشوفوا ناس تتذكر اللي يسبقها يكون عندنا احنا ثقة بلي رانا في الطريق الصحيح. الحمد لله يا ربي، نتمنى إن شاء الله الشفاء لأخونا عابد بوزيان، باعتباري قام من القامات الإعلامية الذي نضح قلمه فيما مضى بخدمة هذه الولاية والمنطقة ككل. نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل وكل المرضى إن شاء الله.